بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وعند وضيال كسو دوادا ورئيسي التدباتك وانو اعلى بيدن كدسو قدنو مغال نيروب اي دالك كينيا ورئيسي التدباتك يحل لغان سيداد اركيسان وحمرتي انو اه حلدبان آدم بره دعالة او اه حلدبان لغسو دورتو ديغان كدوجس او قبل كوقوي بري اي دالك كينيا سيداو كلي آدم بره وحوها وسيركو حيدنك حنانة حولها وانو قدوميها اخلابية ببارلمانك اي دالك كينيا المحاجة علامها ورئيسي أن أنت من أقود القليل أدوك سودوانا تيفي ذي الفيرسل أن آدم برلتو على وحبا ذنبا إسبدالي كي يلفتر كي وحبا إسبدالي دستور عصبا لقالي أن بارلمان كشري إيمان تمحا فرق يودحي محا إسبدالي وهو رمر أو بارلمان كي يسميين بسم الله الرحمن الرحيم سنة كي لابد يكون إيا طبانكي ودن كان وعا كدعي رفرندم أو طالي أما كياني دستور عصب so wada kenya dastuurka cusub wuxuu bedelay siyaasiga iyo dawladda iyo baarlamaanka iyo maxkamada gabiwada siday ahaan jirtay awal ma wada kenya awal wuxuu ku dhisnaa nidaamka hadda ingiriiska dawladda ingiriiska ku dhisan tokol oo la yiraahdo westminster model oo ah parliamentary system iyo presidential system oo isku daray هذا وده هكينيا نظام كهاد وكل شقينا وده سر عصب أوكراني والنظام ودولة مراكش كان كل شقين أولي أولي هذا presidential system of government نظام كاسحوة تا دولة جبلات هي دولة فدرال أو ودنية هذا أصله حق البرلمان كه مركو هو الرئيسي دولة أما إكزيكتيفكا وكما كان هي بارلمانكا وزير رضا هذا برلماني مو مدحوينا بارلمانكا سنة كحلو قول يا هالمر بارلمانكا ممكن وبلابانا سنة يأخذ بينها ودولتي سيدا يربطو الجانر كي نيرها هي اي ربطو اني لوفولي بارلمانكا يهور كينها كبعد دوما دحوينا رجل بارلمانكا خذ بو وكانو وينو اتصدو انو هوري بارلمانكا وينو اتصدو كما دعوينا بارلمانك لو ما قالوا ما دعوينا كحوين بارلمانك ما سو جري كانوا قالوا وزير ما جيران اتوني جنرال ما جرو ما كان بارلمانك دولدة سيستم كان هل قفا مسؤوليه دولدة قاعده كره وحفيز كده انا فديو او ليدر اوف ماجوريتي هاوس ماجوريتي ليدر ارمها دولدة شرعيه لا بدلي ودولدة اي لهدهي ريبورتيا دولدة كيمانايان هدي سؤال دولدة لو ويديو قفك جوابي وحاو قدوميها أقلبها بارلمانك حفيزكي مالك هذا بارلمانك وحاو ويو اندبندنت وحر محكمة ايكنا حر ايكين دولدة دولدنا حر ايكتها بارلمانك مكتو نلام كاسا جرا هذا بارلمانك كينيا وحاو ويو سدح بقول يا فرطن يا سقال حل بارك وجران لما بقول هي لحية طبعاً حلبان وعوي حزبية ده دولة ده جبلية ويوب بدنيهين لبدا حزبي أو وين أو مدحوينا يا مدحوينا كحوجة كإمادان حزب ال National Alliance Party ومدحوينا يا حزب ال United Republican Party وأنا يا مدحوينا كحوجة كأنكسر جنو وعجل حزبية يرير وياكنا إسبهي سجا كمدة حزب ال دولة ده هيو أما إسبهيسيا دولة دايو بقول إيه صدنا إيه صدنا وحاوة إسبهيسيا معارضك أو ليجري هذا كور كواليشن مركا برلمانك هذا حالا حرني الرمى حساسي واجرين أفرتن إيه شن بيلز أما شرعي أي حد مارني قراء وزير رضا سيدي أول موهو إقو مدحوينا مغعابو وإنو برلمانك أنسحيو حوغياء جوكتدا ودنك وإن لا أنسحيو مسؤولين أنا كسفير رضا دي بدنا نجودان وينو برلمانك أسحيه مكا مدعوينا أودي مدعوينا دستور كان عصب هذا وحلقة يبصد برلمانك أودي مدعوينا وحلقة يبصد بر محكمة لها ودنك أودي مدعوينا قيب وحال الجيي دولة جبلاتك وجبناس كأي حكومان مكا تنا وحكي أنا دولة كينيا وقت بدن الدولة دي هري مدعوينا وحول هنجري أود يقوة فربضن سيدي هو عنن سكون مثاله ما بنقول كره إلى هير مقدرك ودن كانوا حي أركان إن قوة مدحوينها الله دم ما قدر مدحوينها هذا قوة دي سوالف دماي
قواتي سبر وإنه وحد لابد قاضي وإنه مح برمك وانسي مركا نظام عصب وقاسو هذا حد إيش هكت إن أجرين بيل بدن أما شرعية بدن هوري على برلمانك يعني وحا كو كأ أو هذا الهند أقول بدأ يتحي شرعية صحافة ده لفت كده سيرت إنه أمر إنسان شرعية صحافة ده ولا مريولة دمي لبا شرعية هين لبا ده شرعنا وهيكوس اللي يسميهن دستور كودن كان مركي دورش مركي فرنم كلا آذي ودن كان دستور عصب لك يعني قطب كصدن يا أفراد إيه دستور كودن كان وهو أمر برلمان كينيا إنه شرع أسميه صحافة ودن كان شرع صحافة الربيع إنه كل غطنا كينيا كلي جوني أمه ودن كان إنجليز وكجرا ودن كان مراكش وكجرا ودن كان وكجرا ودن ما يوروب تبدي وكجرا شرع أنا مركا برلمان كلي وإنه أسميان صحافة وحال الربيع شرع إنه لا سمين دور إلا سمي جودي أو سياسيين تا ودن كان أي كجرين جوديين لما ربط دتك إسكال صحافة ده إلى كجرين جودي عدالة إيه أو إنديبندنت إلا سميه أو ريجوليت جريه أو مملكة صحافة ده كشخيات برلمان كينيا دولة وحوار كانت شرعياس برلمان كو برلمان كو النظام أيوليه هاي مركو وراي شرعي والآخرين مركل لبعض هذا التجي ولا يا سكن ريدينغ مركو تلا سكن ريدينغ فرصة أي على الصين جدية برلمانية أو صحافة ده يا كوميونيكيشن قابله هنا فريستان أو إلا فريستان دتك صحافة ده أي خصيص ورياشة دك صحافة ده سكالة interested parties stakeholders اللي هذا كبعد البرلمان خو كده دي صدق بري وشيء وناجي سي يو 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 يحققهم شرعيا مركز صدعات أول إلى برلمان كثاد ريدين كوميتي ستيج شرعي ولا بدلي كشرعي أجل لا بدلي ماذا حوينا يا لوجود بي إنه صحيح صار ماذا حوينا أجل لوجود بي صحافة دواي قيلس وعيرا ذن الرموا حاجران لد نوء أو صحافة أفعلين ماذا وين أود جيستي شرعي ودن كان أيا الصقة للسرهان وقل إنه سوء إليه شرعي برمان وسوء إليه وهو إذا ماشى يا ماشى يا قطبك يا قطبك أيا ربع إن لقى بدله سفة صحافة ده أي أقنع له ماذا وين أود سوء إليه لكن ده السر ودن كان حقرة يا ماذا وين أود سوء إليه هدي برمان كان ربع إنه وكوغلاني وكوديدو وإن لهرو صدع كمال لبا كمال برلمانك وإني فتلقاس جوغان عد بحيان تقريبا هذا هو صدع بقول يأفرتن يسغال حلبان كينيا لبا بقول يصدن يسدع حلبان إني جوغان واي هده جوغين مكا ميمورانا بكي مدحوينها سيدو أسغل ربي نخون مكا شريعة سوحالة كريمانة أربعة ما أنت قميسته لابد بقول يصدق يصدق هذه حل بان ولا واي حاله ولا مريي ما دحين الناس يدور بقى لو مريي ما كأجن حريه فرصته دوب بريه إنه قارن ككور كس كدوه شرعياس ما ك هدي أقو شرع كدوه هدي العرق هنا الرمية يرجلان لس بلاد كبعي حفيز كي وشرعيا ليه هاي إنه دب السعودية شرعياس وارمهاس ولا حليه، ما هو ارمه أساسي وارمه السورك كجرو، وأنا خو قص بناه إنا المرينه، والسورك يعني أمره يا، مركا ارمه ساجرين، شرعي كسا أو برلمان كسا أو مرينا، بقولك بقول إن لو كان عموه، شرعي شرعي وحلوه جاي، إنه شعب كو إذل أنفعه، مركا صحافة ده دير ربطه. شرعي إني أيه كلي سرته هذا سفي على لوج جلو تاس ما نعكرته حفظ دوا إني للرجولات جريه وإني حفظ إيش فريدم وورفين تي دو نقدو فري أن فيها لكن وإني أيه كنا أي كوش قيان أيه كو إلى لنا عيان حقه قف كلا إيو إني نقدان ذات ريسبونسبيليتي له
marka arrimaha waa arrimaha jiraan ee wadamada wadanka ingiriis hadda dood weyn ka socota oo sharci noocan oo kale ay baarlamaanka ingiriiska ay mariyeen ee bil hadda soo dhaafnay marka arrimaha ay ku jiray ee sharci fara badan aan marinay sharci waxaan marinay ee saafsan shaqaalaha wadanka national social security fund sharci waxaan marinay leeyahay wildlife bill oo arrimaha ee duwagta oo khatar keenay hadda wadankan waxa dib ku jira dadka maroodiga laayo hadda khatar waa hadii maroodi aad disho aad ay poachers hadda waxa lagu garaacayaa 20 milyan iyo amri xir oo shirka Kenya iyo amri xir marka sharci badan oo khaasatan xagga maalada wasaaradda maaliyadda waa la mariyay hadda laba bilood oo fasax ayaan helaa oo Christmas iyo New Year-ka July ila insha Allah waxaan rabnaa inaan soo noqono bisha labaad laakiin waxa muhiim ah in la mariyay in hadda meelaha nabadgelyada ay xun tahay wadanka countiga Moyale iyo Marsabit countiga Turkana iyo Pokot xalay dawladda waxay codsatay oo ay horkeenta baarlamaanka in rusqo loo siiyo in militaryga wadanka Kenya ay nabadgelyada ay sugaan oo ayaka loo dhiibo arrimaha ka socdaan deegaanadaas halna shan saac habeenimo baarlamaanka Kenya madaxweynaha uu codeeyay wuxuu siiyay inuu militariga amar ku bixiyo militariga isticmaali karo oo arrimaha sidii awood militariga lagaysan karo sifa noolasha dhimashada faraha badan socoto loo yareeyo markaan ku hadlayno dastuurka cusub in waxa kamid ah oo isla fursado waxa jira deegaanada awl county ga gobolka qoy barkeliye Kenya aha in gobolada ay lagala kala qaad qaado deegaanada ay sidii ilaa saddex gobol hadda Soomaalidu ay helayso maxaa fursada amarka laga fiiriyo in dhaqaalaha deegaanka uu dalka qayb kaga noqon karaa waxaana lagu tiriyaa inuu yahay deegaanada ugu hooseeya nolosha maadaama dad reer guuraa ah inta badan ay ku nool yihiin su'aal fiican weydisay wadankan awl waxa laga xukumi jiray centerka waxa laga xukumi jiray caasimada waxaan la ogaaday hadii wadanka caasimada laga xukumo oo mas'uuliyadda loo saaro centerka laga xukumo marka dad waxaa jira la iloobi karo sidii gobolada Soomaalida loo iloobo kale marka quwadda madaxweynaha la siiyaa kamid ah madaxweynaha iyo ninka mas'uuliyadda hayo dadkiisu unbuu kibisa u badinaya dadkiisu unbuu koobka caanaha u buuxinaya ninkii dowladda marka madaxweynaha inaan madaxweynaha ku xigeen uu ka qatan yahay marka dastuurku wuxuu keenay dowlad goboleed dowlad goboleed laba shay oo muhiim ayaa loo keenay mid in talada la dejiyo oo dadka gobolka taladooda ayaka ay goostaan ayaka maxaa u roon hadday muslimiinta yihiin diinta islaamka meesha ay ku ilaaliyaan oo ay dhahaan annaka maalinta jamacada ayaa nasanaynaa haddana waan shaqaynaynaa waxaa la markaa in baarlamaanka gobolka iyo governor-ka ay daneeyaan danta gobolka diinta iyo dadka meesha degan oo ay danaynin arrimaha wadanka waxaa kaloo loo muhiimadeed dhaqaalaha wadankan in gobol lagu qaybsado oo lacagta gobolka wajeer ama gaaris ama nara la geeyay ay noqoto lacag marka dadka meesha degan haddana ay u tashadaan maxaa danno ah sibaahidooda iyaga og baydayo maxaa danno ah ma wadooyinkan hagaajisnaa maxaanada xoolahan lacag amsaasina tii hadda way jirtaa dowlad goboleed waa la dhisay doorashada dhacday baarlamaan gobol baa la hagaajiyay lacago fara badan ayaa hadda gobolada waqooyi bari gobolka Mandera waxaa la siiyay 9 bilyan oo lacagta Kenya ah gobolka Wajeer 7 bilyan gobolka Garis 7 bilyan lacagahaas lacago fara badan waa oo awal ku dhimi jiray dowladda markii laga xukumayay centerka laakiin waxay u baahan tahay rag iyo haween maareeyo oo haddana ku maareynin qabiil dadka gobolka degan ama qabiil laandheer ha noqdaan ama qabiil laangaab ha noqdaan ama haba noqdaan dad ajnabi kale waxaa la rabaa in la daneeyo constitution-ka dastuurku wuxuu bar yahay in la tixgeliyo laakiin soomaaliya waxaan leenahay xoolihii waa lii dhiibay haddaa tiin governor iyo mas-uuliyiin si kale dowladdu waa lii dhiibay dowladda ha ku maamulina qabiil iyo reer hebel hadda cabsida weyn oo nahayso waxa weeyo wadadii xumeed ee soomaalida u badatay oo qabiil ah ayay hadda ku socotaa
مركب حرمنا إني لعكتاس يا مامك أونغ مامل كلسن ولك مدنما حقان دين إسلامك ده ديال الظلم سفة قبل كاسيتو شن سنة طوان سنة لباتن سنة لا دهو وردولة قبلات كم دارس يوجر يمندرة هرمر وين أي دتك جارسين دتك وين مديين بلشوي وحبا يوقبتين هو يوين كي بيا بيا هيران قريو يهرتيسي هو يوين كي عافي بات كو دارة سميه تعلينت الهرمريو ودوين كي لديسو مرقا وحالا ربا إني دتك الله مديين دولة السرع يلا وحيك حوكو لنا إني ودوين كي بدر أي دستو قرانتا دا أي جيسو شكوين بدن بلاي هدنا وحارا بنا نشيغو دولدة هدى جلتو ودولدة قارس إلى مدو قاشة لامي قدال عاتل والا بحي بيش جنو هي بلا مليسا قرانتا دا ودن قد مغالا قارسة لقينا قرانتا دا أووين أو صولا مغالا قارسة لقى بلا بلا دولدة جينيسك أي مالقرين لكن وحالا ربا مهمتا دولد قبلاتك ما دام أول عن الله وان لغا تغي كنت السنة كينيا يجرتا وحبنا الله مقبل حدا هذه العارها أرسلوا بها وعلى ربا إجان هجانك أنك يا ملوديبي وحان خبر يعني منك يا رج يا هوينك هذا قبل لغا ملوديبي أنك ديارة المهي والله تلينا إنا نقونين victims كقبيلك قبيل دولة صوماليا أيها دبابي 25 years قبيل وحامة رايب الدينك ما أنفعه آخرنك ما أنفعه العقا وحاجر الديقان نده هرمارنتا سنتوقع هرمارنتا ديقان نده ولي يدوه يجرتي ولي يمعدينك مركز الصومالي من هسوق لنها كبحو لكن حلك الصومالي قيبه كأهد ديقان نده أقوها وسينا ويهين هدي نلوش أهان لهيد هدي ودوين كتهي هدي عافمات كتهي دخالنا مركز والي خالجري إن waxaa lagu tiriyaa Soomaalida xildhibaanada kaga jira dawladda Kenya marka la yimaado in ama baarlamaanka dood ama inay matalaan magacaas ay ku yimaadaan ka sakoow dhaqaalaha loogu talagalay inay sa deegaanka gaarsiin ana hartaa aan su'aas ku hadlay maxaa u qabtaa deegaankaaga dhujis ana marba noqdo nin isamaano dadka dhujada dhujis agan kama magaan magaalada Garissa dadka reer Garissa waxa raayo Universal TV inay Garissa tagto ay weydiso aadan barashanta sano hore دين تبحو خبتي والدوين كلامي مدرسي قرنت ذا مهابي عهويين عارض في موجب بهي بيها ممري دت كاس أيار ربعاني إني إقيميان أنا اسمي قيميني بقى شنت سنة دت كشعبك يصعد دورت أو مر لبعاني يصعد دورت أو قبيل كبعي ولا مودين على صور يستو مدارس على صور يستو والدوين كلامي جهلا فيريو سكول الله حلا فيريو قارس كجيران بيا حلا فيريو قرنطة حلا فيريو عرورتا بازري هويوين كحلا فيريو آدم برهدو حبا قوانين لما صوت دورتين مر لبات واقرتي أنا أقولي وحان كيما ذي دقان صوماليو صوماليو وينو إذل أي عوذيس حالك حلبانك أو صومالي قبيل قصة وعوذيا ما آدم برهد واقرتي مالاك لو حلو عوذيا قوس قوس يا عد عد لكن دجانك يا قوس قبيل راي صومالي أدون كجوكتو وآدم برا أعضين اللي مهلي كانوا مقارن صومالي وين مش مزها صومالي وين نبيو يعني حلبان عويا صومالي ملا جوكتو ملا جوكت كان جوجا من سوتا كان لندن جوجو كان جوس ودمر عربتا كان نيروبي جو إسلي أنا نبيو كيني وحكم القحوتي فربنا aan maalmo dhowaan waxa sagan dawladda Soomaaliya Kenya ka wada hadlayeen sida qaxootiga dib loogu celin lahayd in la qasbeynin arinta qaxootiga say u aragtaa adiga horta dawladda Kenya way maasan tahay 20 dhowr sano ay qaxootiga walaalahanaga Soomaaliya haysay qaxootigana waxa lagu hayaa sharci caalami oo dhisan oo Vienna Convention qaxootigana iska qaxootimo ah waxay u imaadeen waxay ka soo carreen nabadgelyo la'aan wadankooda دولت كينيا وانو شغني وراغل ايسي حينا ويهو قران تهي قحوتيقا وا voluntary repatriation حال قف او لقاس باها مالو واني ننكر ربا انو نغضا ايا نغنا مدك المسؤولية دا وحي ساران تهي دولت دا صوماليا دولت دا ملعويني حسن شيخ
يا برايم مينستر لما عابدونه يا برلمانكا يا دولدة يا قرا وزيردة مسؤولية إن الصومالية نبت جلية كسر كتلقان أيك يا سارنت مركا يطلق أي نبت جلية نقضه صومالية أيك حطيك عليك نقضه صومالية أو نبت جلية ولي نقنين هو يوينك يا عروتة يا أضياشة ما نقن كران شرعية ودن كنا ما أقرأ شرعية الدنيا أنا ما أقرأ مركا تلبتهت كلا صحيح وحويه إن voluntary repatriation قف على غير نخرج إنه كل نقضه أو جناح سكسميه كسمه يأكله والله أقرأنا لكن أنت جاري لغرده حدودك لغدة هذه نايا تاس مجرته ما ندعي دونته أنا مر كان نقهد لأنه أن هذا دولة كي يسبدل عصب عجرم مدح وينا عصب يمام العصب يمد دولة دفتر كذا والقول لك إنه محكمة هي ICC إنه يدن بيك قالن أو قايب كأهين لبده كون تدوات دبعت ذي بعده أرنت هي دفتر كذا هذا سبب إذن مرسا أرت أرنت هي أنا موقف كان موقف كان أنا أرنت هي أنا هو عادي محكمة عالمية هي 1998 أنا كينيا روم ستاتشو ودمادي سيحان كمنا وعن أصحاني إن أدونك لغا إلاليو إن الله رم رح أما داتك وحاد قدبو حقوق دا داتك كلا لكن هذا أرنكي محكمة دي عوغة محكمة فريورو بس كلايهين ويرهبان إن أعيكو قدام قتان وعن قمده محكمة دا وحي هذا محكمة هوركي أنت مدعوينياش أما مدعو الأفريقان كلي مدعوين بوش مدعوين بلاه مع محكمه الهركين لاي وسؤال وين عرور مساكين اي لوغو لاي غازا ايغو كو جيران يونايتد نيشن كومباوند فلسطين لبابيه العراق لبابيه مصر حدا باباضي افغانستان لوغو باباي سوريا لوغو بابايا ليبيا وابر لوغو بحاي ودل لوغ لاي دتي خا قدام بينا وا مدخده وا برايم مينستر يا مدخده رير قلبيتك وان جوغان وا تس لهايا انو نينك هان جري برايم مينستر انجليزي انو يمر وير ذا اي سي سي لو ما سمينين مدخوينه امريكانكا يا برايم مينستر انجليزي اي ددكا لو سمي marka anaga waxaan nahay madaxweynaha wadankan iyo madaxweynaha ku xigeenka wadankan wakiilay leeyihiin wakiilada maxkamadda joogayeen anagu waxaan ognahay inuu waxan sheeko kor laga saaray tahay siyaasi buu ahaa dad nimanka la tartamay ayaa lagu tala galay hadda maxkamaddi deputy president uu taga oo soo noqdo madaxweynaha ma tagaayo waa loo ogolaaday inuu joogo dawladda constitution-ka wadankan wuxuu ogolaanayaa madaxweynaha inuu wadankan inta milyan oo dooratay inuu shaqeeyo marka anaga ay sidii anaga general weynoomo أجنر كدولة جبلي وحويه سيدي نورشة ودن كناهم بدلهين سيدا نورس أوليس هذا وان بالله وناي ريل ويجا مقاري موسى قصص قصص كعيا مومباسا إلى رواندا كي جاري تجاه كان حمولك ده كان باسنجرك سيدا ودوين كودن كانوا أوليس رهين سيدا يا بركة كينيا جم كينيتا لعلن يشن بليون أوشيل كينيا أيام كل سنة نيو تامينون سيدي أن هل مليون أو دولك هذا وبيها إمران سيدان أنتوه صار لهين سيدان هو يوين كودن كان إسبتالك أو تغان إكوسو أموران شيرين لو يدينين سيدي إدات كودن كان أنا لو كان لها يونيفاسول هيلث كير سيدي هو يوين كيدالين يرادا لغو سمين لها empowerment financial institutions تاسركم يعني أنا لك المسؤولين صاران سيفا عن شنطة سنة aan u shaqeyno sifada dawladan shanta dambe ay loo soo doorto qadta sa ka shaqeyna ICC la waxa weey ajanna naga iska laciif oo fudud ajanna weyna miskan oo saarno in markaad fiirso laakiin horumarka kala hadda ii sheegtay amaanka laftirkiisa duusa amni jirin oo micnaale wax horumar jiraa ma lahan waxaan ognahay eeden Nairobi ama Kenya wax ka dhaco amaanka maxay idinka qorsheysan horta amaanka waa shay adduun markaa ka dhaco Washington نيجي كونون ولي انسكيورتي وقبا يا لندن ماشي لا امان وخلي بيت الحرم مقيم مدينه بامانه حصار عدوي
هي وضبط المسلمين لكن ودن كان هذا أمان كان مرا أودرن وأطلق حرارة قتده تركان هذا بكوتك هذا بارنت يقبر هذا إسحيان أرمى عزنا وأرمى سياسي يدور رشيد اللقلة وأنا أرمي رخص بدولة إن حالي ويدستو بارلمان كينيا إن إذا ماذا كينيا رسق الله سيدي أمانك كسول هاين تصارك سوق هذا منيرا تقال قبيالة بكجرين ماذا حدا قبل كوكوي بري أنا كجرين مدان حاجي سنة حاجي يا ماذا حدا كروان قلني الحمد لله ما تمنيرا وانبت وجير وانبت قارس وانبت متى لبت أرنك مهم هذا كجري وعوي أرنك ترزمك ترزمك أنا كينيا وحجيران لي ودم بضم ومعرض الدو أو حصلونين ودنك كميدة صوماليا ودنك ساوث سودان ودنك إريتريا ودنك ماسو فربضن إيتوبيا أياد حوضاء إنسكيورتي خب فربضن أكسو قلعه لكن إن شاء الله دولة المسؤولية قبطاش شرعي هدير رعوة دنك مسؤولية دولة سالة وحاوي إنه ينبت قلية ده تدكو هذا إيه مالكو هذا إنه يسكتو لكن من التاسنا وحاوي حتى أنقول الله يو. عليك أنا مال نبي تقول لك ودك كسعت لكن حلا بريسك ودك كان حتى وحالة سمية ودك دولة أي سمية سيف إن نبي تقول هذا أي ولا جيسو بوليس ودك مشارك ولا كردي بابورة يا لوج ذي قريا لوج إسايا ميديكال إنشارس بلسي لا لوش كلا إلى علينا يا سيف بوليس أيك كنفت ودنا أي نورش هذا كله وسوق هذا سيف أي وش خيال لكن maxay saameeyay idinku yeelatay arintii ee Westgate ee caasimad waaye waa dowlad awood badan ee dhor maalmood ee dhalinyaro yar ku dagaalamaysay iyada laftigeeda markii la fiiriyo madadku cabsimo gelin kartaa in amaan buuxa uu jiray dowlada Westgate gal waa dhalinyaradu waxa la mid yihiin qarxiyeen ee New York the Twin Towers ma kala duuno ah marka maanta ma ka qarxin karaan waa terrorism mariyada Washington ma qarxin karaan Tokyo ma qarxin karaan Beijing ma qarxin karaan laakiin saas sheegtay وأيو إنتليجنس كوادن كأي بوليس كوادن كان هيجن أي هذان وين وعايز جدا كله أي مرض ما أوده عن كله بده ولده ويخش قاعد نسا سفاء أول على سو إنه مرض ما واحد نعاس كوده عن لكن هو الرما هذا حساسية أو خطر كه الدوينة كدي كسره ولين لقى تشد الدوينة عالم كنا تشد سيد أراد قال لها الرما هذا حساسية أنا وافرت حلبان هذا وح كينيا كصعدة ديار جروجا أما دبال دقة حرية ده سنة إن كنت نقول هذا دولة كينيا إن مركز في رسا كنت سنة دولة دل كان وها أنت الصومالي بدنا يكون ولد شري محي صومالي ده هد ما أنت سمحيتها محا إسبدل أه أو كسا كردي كنت سنة أي كينيا جرتها مدادة لقى جو تدبر كبعدي أولا كينيا وحي دبال دقة إسا كنتك السنة وأي أجرتي وأي حصصنا إذا دتك أسوها الجمي دتك عرنك السري كنتك السنة دتك كشقيي ما راح يصوص عطي متعلمين تجمع على رساتك قف قصة أو قيب وين كقاتي رقيها وين أما أنا مودين هذا سياسيين تكنوكرات هوينك بل يرده walla xusaya midda labaad dib ayaa la isku fiirinaya kontankii sana aan soo dhaafnay sideen ahayn tan khalad ka sameeyne madama kontons kale la bilaabayo marka waa in kontankan dib loo fiiriyo sifa kontanka kale loo soo Soomaalida kontankan sana ma ay ku haysataa Soomaalida wadankan maanta integration ee ku sameeyeen wadankan Soomaaliya wadankan la jikumo Soomaaliya wadankan 172 iyo 2 dulka wadankan Soomaali baas kale gobolku qoy bari Soomaaliya wadankan taariikh ay soo martay oo la xusnaa taariikhdaas rag ka mid ah waxa lagu xusan rabaa kontonka sanad guuraha kontonka sanad Soomaaliya waxay soo martay jagooyin waaweyn أبان دولا إذا ماذا ودن كان نصو ماري وهنجري أبان دولا إذا ماذا بوليس كه ونصو ماري وهنجري ما أنت مركو هو رئيسي الرماه دي بدأ وزير دا وزير كه الرماه دي بدأ وقبر صو ماري سيدا هو كلا
Soomaaliya boqolkiiba wadankan waa 4 Soomaaliya maanta wadankan dhaqaalaha maanta waxay ku jiraan community labaad ama saddexaad dhaqaalaha xagga shidaalka iyo petroleumka kamuniyada Soomaalida ay leeyihiin ayaa maanta ugu horeeya bangi Soomaaliya maanta bangiyay leeyihiin oo muslimiinta u horumareen maanta Soomaalida baarlamaankii hore Soomaaliya waxaan ahayn 13 baarlamaanka maanta ee madaxdan ka ahay Soomaaliya waxa weeyo 28 15 xilibana ku darmeen faa'iido ma tirsan faa'iido Soomaaliya maanta 2 wasiir ku leh dawladdan maanta baarlamaankan xafiiska ugu weyn ninka fadhiya Soomaaliya waa dib u fiiri Soomaalida meel kale way ka gaabeen Soomaalida maanta faa'iido gaaray waxa weeyo walaalahooda geey soo burbureen Soomaaliya meel ay degaan bay heleen 500,000 oo Soomaali oo qaxooti ayaa maanta magangal u ah Soomaali hadday Soomaali wadankan degelayn uma soo qaxeen Soomaali fara badan oo maanta Yurubta iyo Ingiriiska iyo joogaan iyo Ameerikaaska Kenya ayay joogeen kabacdi agay nasteen ayay ka baxeen horta Soomaali meel ay joogaanbo sharaf weyn ayay u hayaan wadankan Ethiopia Soomaali taa kuma haysin ma tabso Tanzania Soomaali ma degana ma aadin Soomaalidu maanta hataa ganacsiga waxay ka sameeyaan xamar ama Soomaaliya iyo wadanka Kenya iyo Abu Dhabi marka saan u arka fikir ahaani safarka maanta waan fiicanna laakiin waxaa la rabaa Soomaalida meel ay joogto maanta wadankan inaan dadaal sii samayno sifat maanta boqolkiiba 25-30 jaamacadaha Kenya gabdho iyo wiilal Soomaaliya dhigtaan maanta Soomaalidu waxay leedahay intaasoo jira laakiin siyaasiga fiiri sanadkii hore doorashadii hore baarlamaankii hore Soomaalida waxay lahaayeen 11 degmo oo laga soo galay xiliban maanta baarlamaanku waxay leeyihiin 18 degmo waa dadaal aan ku keenaa maanta Soomaalida waxaan leenahay 7 qof oo Supreme Court ka maxkamadda ugu sare Kenya wiil Soomaaliya fadhiya Soomaaliya waa yarnahay 104 baan anaga laakiin 125 jagooyinka wadanka anaga haysana marka faa'iido u hayna inaa Ilaahay barino alxamdulillah anahno ilaahu noo ziyadi ilaahu nagu ilaali ilaahu ay noqoto madax dadkeeda shacabkeeda iyo diinteeda iyo gobolkeeda anfacayso dowladan waxa hoggaan u ah nin dhalinyaro ah waxa lagu tiriyaa inaad adiga laftirkaaga isku dhigno saaxiibtiin waxa hoggaamiye u tahay aqlabiyada inta badan ee baarlamaanka 10 sano hor lahaa hadda la galaya maxaa horumar is leedahay ama siyaasadda dalkan si Soomaalida maqaam intan ka badan u gaarto waxaasa ay qorsheysan inaan ka gado horta madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigna saaxiibana halgan aan soo galnay halgankaas ayaan qayb ka qaatay kursi yaani intaan tagay lacag qaaday baaq ma soo iibsanin iskama fariisan shan sano aan soo dhaafnay xisbigan ku jiraan ka baxay dowladda laga ceeriyay wasiiran ahaa wasiirnimada laga ceeriyay xisbiga laga ceeriyay xisbi baan ani iyo madaxweyne ku xigeenka xisbi ayaan sameeynay maanta alxamdulillah xisbiga anaga baarlamaanka wuxuu ku leeyahay 78 xiliban waaqacay isbahaysi ayaan la sameeynay madaxweynaha oo waan saaxiib aanahay ugu madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka saaxiib aanahay haddana kollabo baarlamaanka waa meesha saddexaad oo dowladda shaqeeda ka socotay xil culus oo adag ayaa la yidhiibay laakiin habeenka samarkan guriga tago ilaahay aan baryaa saatuleydan tukadaa inuu ilaahay xilka ii fududeeyo inuu ilaahay xilka iga dhigo mid anfaco wadankan iyo dadkii soo doorta marka awalan horta halkan iyo xafiiskan waxaa la rabaa inuu anfaco bulshada Soomaalida meel ay joogaanbo diinta Islaamka iyo wadankan inta tabarteyda ay noqoto Soomaalina ay wadankan ku ciiloonin oo Soomaalida dadka degan oo sharciga wadankan waafaqsan oo wanaaga wada inay wadankan lagu ciirin madaxweynahana waa nin Soomaalida ay u codeeyeen waa nin Soomaalida la soo shaqeeyay dowladan waa dowlad Soomaalida sharfi
وحانا تسارا كتسايسا ما أنت وزيرة الرماد دي مدوا قبر صومالي نينك بارلمان كينيا يودي بتين واني صومالي وانا تاو حكو سايسا إني كونفيدنس يكال سوري أي أوليهين بلشدة صومالي ذا يودنك مركا إن شاء الله وحان فلينا شنطن سنة يكونتن قصة صعودة إني نقطو كونتن سنة أي صومالي ذا أي كفا إذن أو دينة إسلام كان كفا إذن أو صومالي ذا أدي لهلو وعلى ولبنان حتى الله الله وعلى صوماليا يدكت جوغ إتوبيا يجيبوتي صوماليا مدحنا صوماليا وإني استغان وإني خلافك جوجيان وإني ودن كوضا ودنيان وإني نقضان ودني وإي صوماليا نمت كديان وصوماليا أي هدي حسلوني خل أعضو صوماليا وادد دادار بذن والله يكون جوغان إتوبيا وعني لها وإني إنتقريشن لا سميان بلشادة إتوبيا إتوبيا قايبة كيهين وإني كبسة إكوليين ودن إتوبيا أي راديان وإني دورد كمين نقضان وإني المالين آن هلو نقف صومالي إيه أو رئيس الوزارة كإيه إتوبيا نك هذا رئيس الوزراء إتوبيا كه عدو كذا شيء صومالي ذاك بدن دجالهان يدد أهمه ما كانوا حاله وين هاد إنتجريشن الله سميه أو سياسي الله قاله هدي صومالي كينيا إنتجريشن أي سمين أو أي كينيا ذاك لا أي دحجلين ما أنت وزير اللي ما تبي ده ما نهلين ما أنت أبان دولة إذا ما ما نهلين ما أنت أنت نهلي بان ما نهلين ما أنت صومالي ذا برلمان كان يا برلمان كسنة كه صدن يقوانا لا بقى بالكلام غبدا حلا بنهان بقى بس وحاول إلا تشلوا واحد مرمر ثلاثة ومهم عليك لكم ما فعلت وعم فعل بنشدوا إذن بقى حالنا ولا رحنا يتوب جوجان وإلى إنتجريشن سميسين وإن الصومالي أنا بتجيل لقديه وإن البنت أنا بتجيليهش وإن الصومالي أنا بتجيليهش وإن الجبل أنا بتجيليهش وإن ضد كأنه جريوا كل نقضان جناسي أنا سمينه الدو وينها أنقبت وين أخذ نور؟ الواجرتي هذا إن كرسي كان هذا أدي عاد هجامي إن أطحي وهذا صومالي عاد هجانك وهي سيد إن أنت بدل ما تجيبني ودولد وحي كل سنة هاي ده تكون حي سويديان هذا برجع على كرسي كان مرة قال ما أقول له هرتكم ما تويستي ولو قلدي بي مسوى وحلو أركينه ماينورتي هو صومالي وياي ولو كله بتبالي كرما دام أفرت القبيلة إنك بدل ودنك وكان حي معناها هرتك كرسي كويش كرسي هرتوا عن كل هاي إلا سبحانه وتعالى يا كرسي سياني أولا إلا عبيا إلا خطا ورقنياتها يا ويليام روتو يا جوبلي كواليشن مرقى يسين أين إلا يا قلبي قوصو قري إنا أهل برسيان ستوار الإلهي مدى اللبات وحان كوهري قيب أيانكا مدحوينة إيا مدحوينة كحوينكا نكي سدحات أنها تسدحات كله وحنو ملا وقال فيريه ميزان اللي ساري يعني إسا مانا مربي كارتحان اللي يوسيه حتى لو حنو ملا إلاها وقتيا الجندر دولد ايكين تبارلمان كينيا او دعي لما شيء كوميتمت ايان ساري ريسبونسيبيليت ايان حوق ساري مسؤوليات إن اللي ديبان قرتي هبين يمالينا إلهان بريا إن المسؤوليات ده إلهي إيفوذي إلهي نو إيفوذي مركا وحان ليرا كرسي انا عسكر الصومالي هذا بري مشارك موقته هذا بري مشارك اسا قادن عرورته اذا ايان اسكولده هو جيستا يا عافيماد او جيستا يا كيبيستا لكن كرسي وحا كفاني وحا اسكله صومالي وين تاريخ لي جلي مركا سيدي وزير الدارمه ديبد امنه جبر صومالي ايا ملحكه كراس وحا اسكله صوماليده وحا اسكله كينيان اي ديبتين markan aan u soo laabto aan arrimaha Soomaaliya laba dal ay waxaan nahay jaar ah aan min Soomaaliyana waa tahay hadda rais wasaaraha xilka Soomaaliya waa ka degay isay u arkaan siyaasadda Soomaaliya inkastoo ku meel gaar shalay laha laga baxay dawlad federaal oo rasmi hadal la haysto kala waxaanii doona dad badan ma jecelsan doonana laakiin dawladda Soomaaliya nidaam kan lagu wado waxa weey nidaam qoys ka shaqada de mar qoto nidaam qoys in dawlad lagu wado dawlad iska dhaafay tuulada uma wada karo dawladda waa in lagu wadin nidaam qoys ahayn
dawladdu waa in lagu wado karti dawladdu waa in lagu wado maxadan oo shacabka dawladdu waa in lagu wado sideen nolosha dadka iyo wadanka sideen u bedel laha marka dawladda la dhisi madaxweyna iyo prime minister maanta way iska fahmeen bari way iska fahmeen dawladda abdullahi yuusuf ay ahayd dawladda sheekh shariif ay ahayd dawladda hadda xasan sheekh hal sano iyo dhowr ay bilaabatay ani prime ministerka saacid ma arkin waan maqlay golaha wasiirada laba ama saddex ayaan la kulmay madaxweynahooda waan garan nin wuxuu u egyahay ani egaan fiiriyey wadan wadi karo waa nin ka imaaday civil society nin degan laakiin madaxweynaha wuxuu shaqayn karaa markii dowladdiisa ay ku dhisnayn qabiil haddii ma dowladda lagu soo doortay qabiil markaa qofku wuxuu noqonayaa hostage laakiin waxay ila tahay dastuurka soomaaliya in la bedelo waay say ila tahay ani ma arkin madaxweyne ayaa ra-iisul wasaare magacaabi haddana madaxweynihii ra-iisul wasaaraha kalama noqon karo xoog khilaaf ayaa jira meesha madaxweyne waxaa la rabaa inuu fursadeh uu ku magacaabo haddana fursa uu ku ceshado labadana baarlamaanka ay ansixiyaan laakiin madaxweynihii ra-iisul wasaarihii shaqo uu siin laakiin kama erin karo taas waxaa u arkaa inay tahay dastuurka waddanka contradiction iyo khilaafa jira kuta baarlamaanka waa inuu saxo marka madaxweynaha waa in loo ogolaado inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha baarlamaanka u ansixiyo madaxweynaha waa inuu fursad la siiyo inuu shaqada ka erin karo ra-iisul wasaaraha baarlamaankana uu ansixo ama uu ku diido midda labaad waxay ila tahay madaxweynaha waa inay ama soomaalida waa inay ogolaadaan dastuurkooda ma parliamentary system of government oo dawladooda baarlamaani may ku dhisi rabaan mise sida kenya presidential hadday noqoto baarlamaani parliamentary system madaxweynaha markaa awood ma lahaanayo ra-iisul wasaaraha ayaa awood lahaan sida ingiriiska sida india sida ethoopia hala noqdo ama sida kenya oo kale madaxweynaha awood leh prime minister ama ra-iisul wasaare ma jiri doono marka soomaalida waxbaa iska qasan dastuurkooda uu qasan yahay presidentialna ma aho parliamentaryna ma aho marka waxaa ila baarlamaanka speakerka waa inuu dib u fiiriyo sharciga hadday noqotaa waqti kastaa tobankii biloodba inuu ra-iisul wasaare la fiijiyo baarlamaanka waddankii uu qasbaa dhici madaxweynihi asagoo waxba qabanin ayuu dhihi hadda laakiin kolaba waxaan ogahay egan ra-iisul wasaare wuu tegey wuxuu u tegey maxaa loo eriyey kee la magacaabi doono ani shaqo aadan bar u taallo maaho ani soomaaliya waa waddan aan rabo inay ilaahay nabad ka dhigo waa waddan aan rabo inaan ku faano waa waddan aan rabo maalinta jimcaha egay baarlamaan kenya uu wareeriyo inaan diyaarad naa fulo aan xamar ku soo nasan karo ama kismaayo ama hargeysa ama garowe yaan rabno anaka oo caruurtanada aan la tagno xamar oo aan la tagno kismaayo iyo xamar iyo garowe iyo boosaaso iyo hargeysa oo nabad eh taas anaka rabno haddaan nahay madaxda waddanka kenya dowladda soomaalina waxaan rabnaa cadde dowladda madaxweyne uhuru kenyatta annaka habeen iyo maalin iyo gabadha anada wasiiradda arrimaha dibadda habeen iyo maalin diyaaran u nahay inaan garab istaagno inaan la qabanno sidii soomaaliya xasiloon iyo nabadgelya lagu oo waarto in laga helo soomaaliya dowladda kenya awalan saas dowladdii moy dowladdii kibaki dowladda hadda uhurna waa sidii dowladda kenya ciidamo waxay ka joogaan dalka soomaaliya oo ka mid ah amsom iyaga laftirkooda maxay tahay horta qorshaha ciidamadiina kutalagalkooda muxuu yahay ciidamada kenya horta ciidamo kenya ay leedahay ma joogaan soomaaliya waxaa joogaan ciidamada amisom soo kenya baa joogtaa jibuuti baa joogtaa ethoobiya joogtaa ugandaa joogaan burundi baa joogaan
إذا ماذا كينيا كل يوم متجوعان ما كهرت يلا إذا ماذا كينيا كلي على صباحين ما كهرحين كل جوعان أيوك وطن عرنكي أمسون بدل لبات إذا ماذا كينيا جبده هوس أيه جوعان جبده هوس لوا أول جوعان بدل جوارت إن دولة كي سوماليا يا أمسون مندت كده نبت قليا وارت إني بوكا أكينان سيدي إذا ماذا يوغانديسكا يا بروندي اي كان قيب اي نبدغلي اسوغان حمر اي اغاريدا سيده ايتوبيان كا او جوغان باي دباي دوكا كره سيفا اي نبدغلي لو كانو ميدا لبات انك حدود وين ايان لا يان 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 لا لين هاد دولد سوماليا يا ودن سوماليا حدود كاس انك انان الىالينو مسؤولي انا غسارن جوبدا هوسه انك حدود لا لين نبدغلياس جبهة هوسة فائدة أتاي كينيا. مكك إذا ماذا كينيا جوان سوماليا وعيو جوان أرن لكله ناشنال سيكوريتي إنتريس كودن كينيا. والوقت هاي دلحيس كودن كان والليمان والافدوبي ضد بدن بالغولاي مقالة جارسة ضد الغولاي ملغسة. ضد كودن كينيا مسؤولية كسارن دولة أورو كينياتا. إيه ملتري كينيا. إيه النبت جليا ay ku noolaadaan ay wadankooda ku joogan bakhanka Soomaaliya sidaan aan u arko jubada hoose jubadaas anaga aan nabadgelyo keenno oo dan u ah Soomaaliya oo dowlad Soomaaliya dan u ah ayaan rabnaan ka shaqeyno haddana waxa ku joogna aranka Amazon marka waxaan qabna hadii Puntland nabadgelyo ay noqoto oo laga sifeeyo burcad burcadka hadii jubada hoose جبلان أي نبت قليها شو هدي ببلا ذاك ال ويكن هذا دولة جبلات خبر ويبلجين هذا الحمد لله سومايلان وأنا نبت قليا هرجساني ولا متهين لكن هرجسا ما أظن نبت قليه وين قطع مركا حمر نبت قليه نقطه هذا لو سكوا هلو بلوكس كان كنتي أو نبت قليه وما كان سومالي وأنا نبت قليه نقطه مركا دولة حمر دم بي أوجرتها سأنا وارك فكرة عن dowladda madaxweyne xasan sheekh dan baa u jirta in ay gobolada in nabadgelyo laga sugo dowladda dowlad gobolada laga dhiso hadhowna ee nabadgelyo dhaco loo isku daro ay noqdaan hal dowlad oo Soomaaliya ama federal system or government hadsi kinyo kale oo gobolada ku dhacay noqdaan dowlad gobolada aan isa dan la dhiso Soomaali federal system maqaamada jubada soo waan joogna إن شاء الله وحنا إنا بتجليه كده عضو كينيا إنا بتجليه شو حدود كله وإنا بتجليه له كينيا أنا جو عارم إنا ودن كان هذا وحنا كنا هلا لبم مليون أو دلحيزة وحارم إنا شن مليون عن شن تنسنا شن مليون سنة كإنا إمارة ودن كينيا أو لإمارة ناشونال بارك لإمارة دلحيزة ودن كان عن كورنا دخاليزة وعورنا إنا مركن نبتجليه عن صغنو نبتجليه وإنا صغنو tan wadanka anaga ee meelaha la leenahay xuduudka dawladda Soomaaliya jubada hoose South Sudan Ethiopia haga mooyale Marsabit Tanzania oo wadanka anaga gudaha iyo banaankaba aan dawladaha jiiraanka la shaqeyno oo nabadgelyo la helo gobolka iyo regionka aan waan gartay aan aadan adiga mahadsan su'aashii ugu dambeysa aan waxa ka mid tahay xildhibaano far badan oo Soomaali ah oo waliba kuwa ugu cadcaday ku nool dalka Kenya aan markay arrimaha jubooyinka oo soo hadal qaad aan u laabno waxaad si weyn ugu dhex jirteen jubooyinka waxay dadku is weydiiyaan in jubba abaana kismaayo waa dawlad Soomaaliyeed oo dalka ka dhisan shalay ku meel gaar ah laga baxay federaal dawlad rasmi ah oo wadanka haysta kismaayo iyo waqooyi bari maamulka isaga qaadan mas'uuliyadda dawladda mise dawladda dan gaar ah kala gobolka oo afkoodi ay ku hadlayaan maxay tahay danta gaarka ah oo jubooyinka aad ugu soo labisateen oo kulligii ugu dhex jirteen سيان جبوينكو أولا بسناي هرتو أنا أولا بسناي واحد إيشاك تقبيلك حتى إن سومالي جرده أي مالان سو قارتي مسا قبيلة أكا أركي سينو ديغانك إنا دادكو ويدهين سيان جبوينكو أولا جرنو أي أنا أولا جرنا أرما بوندلاند أرما سومالي لاند أرما حمر أرما دولة سوماليا وحان أولا جرنا أولا حال سبب إنان ودن كوالا لهان نغا أو جيرانك أو آن سكو عدن هاي oo soo qabil aanahay in nabadgelyo laga helo interest ka aragmo qabno Kenya
oo nabad ah oo barwaaq ah yanu jirta number 2 jubada hoose anaga xuldud weyn ayaa la leenahay haddii jubada nabad geliye ka hesho dhaqaale fara badan iyo ganacsi fara badan ayaa county ga Garissa wajeer Mandera iyo jubooyinka ka dhacay nolosha isku xiran dadkina waa isku mid dadka jubooyinka iyo dadka gobolka Waqooyi Bari waa hawl wadaag marka wax taariikh leh waay maanta dad badan oo Soomaali ku nool dadka Soomaalida ku nool oo qabiilada ku dilay badi ayakana aqrib ay ku leeyihiin xagga gobolka Waqooyi Bari marka taariikh horo jirtay oo history ah ninka raamad inuu tirtiro oo indha iska qarin rabo taas ay u taala event dadka hadda gobolka Waqooyi Bari joogo iyo dadka degan regionka Ethiopia connection ayay leeyihiin connection gaas lama goyn karaa kuwa Puntland iyagana kusoo wada kuwa Ethiopia region joogan iyo kuwa joogan gobolka Waqooyi Bari oo barqaladii soo doorteen xariir xagga walaalnimo ah iyo xagga Soomaalinimo ah iyo xagga dhaqanimo jira haddii rabaan hadda garaadaan 5000 kilometer nin goyn kara ma laho kuwa Puntland degan iyo kuwa degan gobolka Waqooyi Bari ama Kenya degan ama Nairobi degan xariir ayay leeyihiin kuwa Xamar degan iyo dadka Islii degan xariir ayay leeyihiin ama kuwa degan Xamar iyo kuwa North degan hadda dadka degan Minnesota ama London degan iyo dadka Garissa joogan xariir ayay leeyihiin marka ninka rabay inuu xariirkaas ay too rabay inuu qaqeeyo kaas ayaa su'aasha la weydiin lahaa anaka number 1 waa in security ga jubada hoose aan xalino anako waliba la shaqeynayno dowladda Jubaland iyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh anaga dowladda Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh dowladdiisa sharaf weyn ayaan u haynaa dowladan Jubli sharaf weyn waa isa hadda way maan doona dabaaldega ay ku soo qayb gali doona waxaan rabnaa waqtiga asaga la siiyay inaan la shaqeyno inuu Xasan Sheekh ka bedelnaado madaxweynayaasha hore ku meel gaarida hore inuu ka bedelnaado waxaan aaminsanahay haddii fursad la siiyo haddii qabiilka laga daayo haddii Soomaali ay midnimo noqoto madaxweyne Xasan Sheekh isbeddel ayuu keeni karaa dowladda Soomaaliya haddii wuxuu ahaa ninka odayga maamulo Jubaland wuxuu ahaa Axmed Madobe haddii fursad la siiyo qabiilka laga daayo qaska laga daayo dowlad fiican iyo nabadgelyo dowlad goboleed iyo dowlad fiican ayuu ka dhisi karaa jubada hoose haddii dadka jooga Puntland maanta doorasho ay sameynayaan waxay ku tusaysaa inay nabadgelyo ka dhacday Puntland Soomaaliland hargeysa doorashada u dambeysay lagu doortay Axmed Silanyo waa doorashadii waxay ka mid ah doorashadii Afrika oo ugu fiicnaayeen free and fair oo waliba mucaarad u qaatay waxay ku tusaysaa gobollada nabadgelyo iyo xasilooni ayay keenay haddii nafaas ay ku shaqeyn la siiyo marka annaka ani awalan waxaan ahay Kenyan ani Soomaali baan ahay Soomaali Kenyan baan ahay Soomaali waa walaalahay waan ka xidsanayaa Soomaaliya Soomaaliya iyo Uganda isku kamid maho Soomaaliya iyo Tanzania ani Soomaaliyan ahay yani xaggeeda jiri Soomaaliya iyo Ethiopia ani xagga Soomaaliyan jiri Soomaaliya iyo Rwanda ani xagga Soomaaliya baan jiri ee xiriir baa jira xagga diin xagga dhaqan xagga qabiil marka waxaan rabnaa adduunka waan ku ceebowne Soomaali meel ay martabo ee boorada waa mar la'ne waxaan rabnaa adduunka inaan tusno haddaan nahay Soomaali guriga annaga waan habaynay Soomaali waanta waa nabadgelya waxay la mid tahay wadamada kale oo adduunka oo nabadgelyada ay ka jirto aad baa mahadsantahay xildhibaan aadan Barre Ducaale ayuu ahaa oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya sidoo kale ah hogaamiyaha baarlamaanka aqlabiyadda inta badan ee dalka Kenya waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaali aad na siisay
سيدا ينبت جنيه.